زوجة غيث مروان تعاني. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعل الثنائي الأشهر على السوشيال ميديا بهذه الستوريات بالأمس، وتقوم من خلالها لحظات سفرهم إلى لندن للقاء عائلة أنا صالة وكمان أسامة مروة وعدة مشاهير هناك. لكن غيث صدم كل الجمهور وكشف أنه زوجته ما بتقدر تمشي على رجليها وكانت قاعدة على كرسي متحرك، وذلك بسبب أنه سارة كانت عم تلعب طابة وهي حافية والأرض كانت كتير سخنة، وهذا الشيء اللي سبب لها تورم في رجليها. كشف غيث عن انزعاجه لأنه سارة مو قادرة تمشي وأنه هو نبهها وما سمعت كلامه. كما تفاعلت الشلاب العديد من الستوريات لحظة وصلهم. طبعا يا جماعة لندن نورت نورت والله نورت، ظلوا بيقولوا ما في شمس، شوفي شو منورة يا أهل. طبعا هون عم طعمينا خنزير حلال، بس حلال حلال، بس أنا على شكل خنزير فيجن. ايه فيجن بس على شكل خنزير. نرهي فقط الأخبار بستوريات لنولين محمد. قالين قاعدة عم تقلي أنا ورفقاتي حابين نروح على دبي بس ما في حدا يوصلنا، يعني قاعدة عم تلطشني حكي. لا والله لا والله أنا مو هيك. كيف يعني؟ يعني أنا أفهم شغلك. جايز أنا قلت لك شو عمالي أروح على دبي مع سكيب ومع رفقاتي، بس هل شو قلت لك؟ قلت لك هني كلاب. قالت لي هني كلاب ما في حدا يوصلنا. فقلت له انا يعني انه انا بوصلكم سيارتي. والله انا اول ما جبت سياره قبل ما اجيب سيارتي قلت لين والله لو معي سياره يا لين كنت وصلتك. طب هيني انا معي سياره هلا وين اللي لي لعيني؟ تخيل لو وصلنا عندكم. وانا بالعكس والله كثير يعني بنبط انه اخذ لين وهيك وابسط لانه يعني الله يقدرني على فعل الخير. شوفي حسك عم تسبي علي. لا والله عم بضحك.